جاك، جاك، قمت بتسليمه، عليك أن تنفذ. سأؤجل ترحيبي بكم بعد أن تنتهي فترة التدريب ومدتها 3 شهور. كونوا الأفضل. قلت لك هذا الشهر الماضي. أنا سيتي، هل من الممكن أن ينتهي هذا اليوم؟ ممكن. حسناً، أي البنات في رأيك يفضل ديفيد؟ لن تحلي أبداً مكاني. هيلين، لما كل هذه العصبية؟ كوني حذرة ولا تتعدي على زميلتنا الجديدة. من يعلم، يمكن أن تصبح زوجة المدير. ها، دعينا ننتظر لنرى من ستكون. بعض المواقف يجب نسيانها. لقد أرعبتني. وأنت صوتك عالي. كيف معدتك؟ أفضل، إنها مسألة وقت. لا تذكروا أمامي هذه الحجة الغبية، لقد سئمت من سماعها. أرجوك نسقي مع ماجي وابدأنا بالتنفيذ. حسناً، أمرك. شوكولاتة؟ شوكولاتة. من قال إننا لا نستطيع التخلص من ضغوطات العمل والحياة؟ البنات عموماً لديهم طريقتين، التسوق والأكل بكثرة. الشراء مكلف والأكل مكلف أيضاً. احذري. علمت أنك كنت مسؤولة عن التعديلات. أشكر. الأخيرة. تفضل معي وامضي. هذه هي التعديلات الجديدة، وهنا أيضا. ها، متى عادت روز للعمل؟ عادت اليوم، ألن تفهمي؟ إنها تمرض وقت تريد ثم تتعافى. إنك حمقاء. لالا. دولالا. دولالا. لالا. لالا. يمكنني أن أقول أنني لدي حلم سأحققه.